السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هذا الامتحان اللي قلت لكم متسرب، ولكن تاكدوا الإشاعة ديالو هذه، ولكن تاكدوا واش هو متسرب ولا لا. إذا شوف هذا الامتحان ديال الفلسفة، إذا شوفوا هذه الصورة، إذا شوفوا هذه الصورة الثانية، إذا شوفوا مزيان ثلاثة هاد المواضيع كما هما. الدورة العادية 2019، إذا هذا ما قالوا أنه تسرب، يعني إشاعة تسريب. شوفوا إذا الامتحان الوطني الموحد للبكالوريوس الدورة العادية 2019، إذا هذا ما قال. إذا كل مسالك الشعب العلمي والتقني والأصل، إذا هذا الإشاعة. المهم انتوما دابا سير قلبوا على واش هاد المواضيع واش تحطوا ديجا في الامتحانات اللي دازو ولا لا. دابا انتوما اش غادي ديروا؟ سير تاكدوا، إلا ما تحطوش إذا عولوا على هادو وديروه، راه إلا غير درتوه تستفدوا منه. اذا نشوف هذا الموضوع الاول ديال هل عدم معرفتنا بالغير هي التي تؤدي الى تفرن. نعم، اذا ثم الموضوع الاول والثاني داز، ثم هذا الموضوع الثاني كذلك. إذن هذا الموضوع الثاني هو واحد الموضوع اللي هو متعلق بالتحليل. هو هذا نحن نعيش. اذا هذا الموضوع الثالث متعلق بالحليل، حليل النص وناقشه. اذا هذا مكان، اذا كنتمنوا تكونوا مزيانين. اذا ان شاء الله اذا كاين جميع المواد، اذا كاين شي مادة اخرى، اذا تنسوا الاشتراك للقناة والضغط على الجرس، باش اذا كاين شي مواد اخرين متسربين غادي نشاركها معكم في هذه القناة. اذا في 5 ديال الصباح ولا في 4، المهم الى نتو الى شفت ديك لي دوني ديالكم تقلب واش ما كاينش شي يعني شي اشعارات حول القناة حول التسريبات. اذا كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله بحول الله. المهم انتم دابا سير تاكدوا من هذا الخبر واش هذه اشاعة ويعني اشاعة ولا هذه صحيح، حيت كيكون هذا بحال مثلا المواد الجوية راه كاين اللي تسرب وشافهم ولكن ما متأكدش منهم، يعني كاين تسرب وصحيح ولكن ما متأكدش. وشكرا، متأكد من صحة الخبر، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس للقناة باش يوصلكم بعض التسريبات الأخرى. تسريبات سواء الشعب الأدبية والعلمية. وشكرا، حياكم الله.